هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت. انتخابات مجلس الأمة التي تعقب خلال أسابيع تحظى باهتمام الشارع الكويتي، بينما يعتقد الكثيرون أن المجلس القادم لن يختلف كثيرا عن المجلس المنحل، كما يعتقد الكثيرون أيضا أن رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم سوف يعود مرة أخرى، حيث أنه لا يوجد منافس على الساحة يستطيع منازعته على الكرسي. مع كل اقتراب يومي من موعد انتخابات مجلس الأمة 2016 تزداد الطروحات سخونة ويرتفع سقف المطالب التي يطرحها المرشحون، ويتوتر إيقاع الحملات الانتخابية بين العزف على أوتار السياسة طارة والاقتصاد طارة أو طرق الإصلاح فيهما طارة أخرى. في هجمة على الكويتي وخاصة الطبقة الوسطى، في هناك هجمة عليه، وهناك مثل ما نقول يعني سكاكين من سلة تبي تشرح من جسمها وجسدها، وبالتالي هناك خطر. هل نتحدث عنه ونقول ديروا مالكم؟ يتألف مرشحو انتخابات أمة 2016 من خليط فريد، فهو يضم وجوها في مجالس سابقة، بعضهم يعود بعد أن وجد فرصة للتوهج على حساب من سبقوهم، وبعضهم قاطع وعدل عن المقاطعة، والبعض من المجلس السابق يعود مسلحا بما يصفه إنجازات حققها وقوانين مررها أو عارضها، والبعض وهم كثير يخوضون التجربة لأول مرة. نحن نحتاج إلى نائب واعي، نحتاج إلى نائب مدرك لكل هذه المعطيات، لا نحتاج إلى نائب فقط له جانب محدد، ولكن نحتاج إلى نائب واعي ومثقف. هذا النائب قد يكون هو تخصص قانوني مثل الدكتور عبد الكريم، لكن عنده أيضا خلفية واطلاع كبير بالأمور الاقتصادية والأمور السياسية وخلافه. لا تبتعد طروحات المرشحين عن قضايا الشارع، فها هنا محاربة للفساد، وهناك تعزيز لمطالب المواطن في التوظيف والدعم والصحة، وفي أكثر من زاوية معارضة لأسلوب الإصلاح الاقتصادي الذي يرون أنه امتد إلى جيوب المواطنين. لا يوجد أحد يتحرك ضد أي إصلاح، ولكن أولا احنا نريد إيقاف وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت فيها الحكومة حتى تكون الحكومة قدوة للمواطنين. من ثم إذا كان هناك فعلا عجز، ونحن نعلم أن العجز هو عجز في الميزانية وليس عجز في الحالة المالية للدولة، وإذا كان هناك حازة للمواطنين فمن قدم أرواح لن ما يكون عنده مشكلة أن يقدم من الأموال. يتجاوز عدد المرشحين في الانتخابات أكثر من 380 مرشحة، ومن غير المتوقع حدوث تغيير كبير في تركيبة التكتلات والقوى داخل المجلس، لكن إلى أي مدى سيحدث التغيير في الوجوه، وإلى أي مدى سيتغير الأداء والخطاب بعد مجلس قال عن نفسه أنه حقق الكثير ولم يحظ من الرضا إلا بالقليل. وبعيدا عن السياسة، تستمر الشركات في إعلان نتائجها، وشركة زين السعودية تحظى بحكم لصالحها على شركة موبايلي، ومجموعة الصناعات تصدر سندات بقيمة 25 مليون دينار. أعلنت شركات كثيرة مدرجة عن نتائجها المالية بعد مرور ثلاثة أرباع العام 2016، وذلك في الأيام الأخيرة التي تسبق انتهاء مهلة إعلانات الربع الثالث، حيث أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية عن تحقيق 43.3 مليون دينار كويتي أرباحا عن التسعة أشهر الأولى من العام 2016، بارتفاع نسبته 11% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي طارق السلطان قال إن الشركة سجلت نموا أساسيا منتظما في الأرباح، معيدا ذلك إلى التقدم المضطرد في تحويل أعمال الخدمات اللوجستية العالمية والأداء المالي والنمو الجيد في مجموع شركات البنية التحتية. الشركة الوطنية العقارية أعلنت أرباحها عن تسعة أشهر الأولى من العام، حيث بلغت 11 مليون دينار متراجعة 4.7% عن الفترة ذاتها من العام 2015. الرئيس التنفيذي للشركة سميع الدين صديقي قال إن الوطنية تستمر في تحقيق النمو في الإيرادات التشغيلية والربحية على الرغم من تأثير العوامل الاقتصادية الخارجية على انخفاض الربحية للربع الثالث. شركة إيفا للفنادق والمنتجعات أعلنت تحقيق 513 ألف دينار كويتي كأرباح عن ثلاثة أرباع العام، وهي تتراجع بأكثر من 100% عن تلك المحققة في ذات الفترة من العام الماضي. إيفا أرجعت تراجع الأرباح إلى الخسائر في حصص نتائج شركات زميلة وانخفاض أرباح صافي الدخل وبيع العقارات وعمليات الفندقة.
وبعيدا عن نتائج الشركات، أعلنت هيئة التحكيم السعودية عن نتائج إجراءات التحكيم للنزاع بين شركتي الاتصالات المتنقلة السعودية زين واتحاد اتصالات موبايلي، والتي طالبت فيها الأخيرة بسداد مبلغ يزيد عن 2 مليار ريال سعودي، قالت إنها مستحقة على زين نظير اتفاقيات الخدمات المبرمة بين الطرفين. وقضت نتائج هيئة التحكيم بحصول موبايلي على حوالي 219 مليون ريال سعودي، أي ما يمثل أقل من 10% من كامل المبالغ التي طالبت بها موبايلي. حسان قباني الرئيس التنفيذي لزين السعودية علق على الحكم بقوله قائلا أنه على يقين بأن الحكم سيضع حدا لنزاع ألقى بظلاله على الشركتين وعلى سوق الاتصالات السعودي بشكل عام، وأضاف أنه بالنظر إلى مخصصات المالية الدقيقة لتغطية مطالبات هذه القضية، فإن المبلغ الذي حكمت به هيئة التحكيم لن يكون له أثر على صافي دخل الشركة. مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلنت أن هيئة أسواق المال وافقت على نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار وطرح وتسويق سندات دين تصدر عنها بقيمة لا تتجاوز 25 مليون دينار كويتي. المجموعة أوضحت أن السندات محل الإصدار مدتها 5 سنوات وبسعر فائدة متغير مقداره 2.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي. وأضافت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أن شركة أهلي كابيتال للاستثمار ستكون مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب. أعلن بنك بوبيان عن إطلاق خدمة يوتاب، وهي خدمة جديدة على مستوى البنوك الخليجية. اليوتاب هي التقنية المعروفة عالميا باسم نير فيلد كوميونيكيشن، والتي تختص بتقريب البطاقة المصرفية بجوار جهاز الدفع أو جهاز السحب الآلي، حيث يمكن التعرف على المعلومات وإجراء عمليات الدفع أو السحب النقدي خلال ثوان معدودة بمجرد ملامسة البطاقة للجهاز وإدخال الرقم السري. نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عبد الله التوجري قال إن جميع بطاقات البنك مزودة حاليا بهذه التقنية التي تجعل استخدامها سهلا، حيث يكفي وضعها بالقرب من جهاز الدفع أو جهاز السحب الآلي حتى يمكن التعرف على بياناتها ومعلوماتها بطريقة آمنة ومشفرة. هذه تقريبا فيها نص الوقت توفير في الوقت وأسلم وأمن حق العميل، لأنه ممكن في خارج الكويت في مناطق ثانية، يمكن بالكويت عندنا أجهزة آمنة، لكن خارج الكويت عادة يكون تركيب جهاز القارئ اللي ممكن يسرق البيانات يكون في الجهاز هنا، لكن اليوم الأمان إنه مجرد بس راح يمرر الكرت هنا ويحط الرقم السري ويسحب. أنتوا كبنك بوبيان يعني واضح إنكم أنتوا بتسعوا دائما تكونوا أنتوا القائد في موضوع الاي تي، هل يكلفكم ذلك كثيرا يعني؟ أكيد، يعني هذا استثمار إحنا قاعد نستثمره، ولكن عوائده قاعد ترجع مرة ثانية يعني لما نشوف عملائنا وعملاء الآخرين اللي غير عملاء بوبيان يمدحون خدماتنا ويجون يتعاملون مع بنك بوبيان بسبب الخدمات التكنولوجية، هذا يعتبر يعني عائد عالي على الاستثمار، إن الاستثمار اللي قاعد نحطه قاعد يؤدي إلى حصولنا على حصة سوقية أكبر، على عدد عملاء أكثر. بالعكس إحنا مستانسين من الموضوع هذا ونستثمر فيه أكثر. ومن أخبار الشركات أيضا، شركة جلوبل تعلن عن تحقيق أرباح بقيمة 1,600,000 دينار عن 9 أشهر الأولى من هذا العام، وبلغت قيمة الإيرادات نحو 9 ملايين دينار. أعتقد اللي يميز جلوبل عن بقية الشركات هو إدارتها، إدارة الشركة، هو مجلس إدارتها وجودة المنتجات اللي تحت إدارة الشركة. أضيف إلى هذا هو المنتجات الجديدة اللي كان نقدمها للشارع، مثلا يعني في الربع الأخير من 2015 وبالربع الأول والثاني من 2016 تم تقديم كذا منتج عقاري للمستثمرين، وتم زيادة الإيرادات أو الأصول المدارة من قبل الشركة بما يفوق 200 مليون دينار دولار العفو في هذه المنتجات الثلاث اللي تم تقديمها. وأيضا فيما يتعلق في إدارة الأصول الخاصة، تم إنشاء هذه الإدارة في 2014 وقدرنا نرفع الأصول المدارة من قبل هذه الإدارة من خلال تسويقنا للمنتج لشركات وبنوك ومؤسسات مالية أخرى بحاجة إلى دارة متخصصة في تحسين الأصول اللي موجودة عندهم. هي ما هي بالأصول المتعثرة بمعنى أصول متعثرة كثر ما أنها أصول صعبة التسييل في أوقات معينة،
الغرض الهدف من هذه الإدارة هو تعظيم العائد وتحسين صافي قيمة موجودات هذه الشركات من خلال التواصل مع الإدارة، تجميع يعني قد يكون مساهم عنده 2% ما حد ينظر له بعين الاعتبار، لكن لما تكون هذه مجمعة من خلال مدير واحد قد تكون هاي الواحد 2% أو 5% قد تكون 10 و15، فيكون لش وزن أكبر الآن أنك تتواصلين مع الإدارة وتضعين بعض الشروط اللي تشوفينها من مصلحة المساهمين لتحسين هذه القيمة. فخلال الفترة الماضية قدرنا نتخارج من أصول، ومرة ثانية أكرر كانت أوضاع أيضا صعبة في عملية التخارج، من تخارج من أصول بقيمة تفوق 60% من السعر الموجودات المتفق عليه مع العملاء. هذا بحد ذاته لقى استحسان كبير لدى العملاء، والاستحسان هذا نتج عنه أيضا قدرنا أن نستقطب عملاء جدد في هذه الإدارة، والعمل ماشي إن شاء الله في عملية تكبير هذه الإدارة وزيادة الأصول المدارة. وده يعتبر يعني جزء كبير من جزء جديد من أعمال جلوبال. هو عمل جديد ولا يوجد لنا منافس في هذا الجانب. وأيضا أنتم خلال هذه الفترة يمكن كان ذكر لي كنت قرأت إنه أنتم أيضا دفعتم مبالغ للكلاينتس خلال هذه الفترة منذ بداية العام لحققتم أرباح. صحيح. خلال الفترة الماضية تم توزيع ما يفوق 44 مليون دينار كويتي على مساهمين الصناديق الخاصة، وهي متمثلة في عمليات تخارج وأرباح محققة. طبعا مثل تعرف أخت نجوى الأسواق كانت صعبة في 2015 وكانت أصعب في 2016، لأن القدرة عند الفريق اللي متمثل في إدارة الصناديق الخاصة من تحقيق 44 مليون وتوزيعها على المساهمين وحملة الوحدات في هذه الصناديق عمل جبار كان ويشكرون عليه. بعد الفاصل الاقتصاد الإبداعي، كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز، كلمة ثقة. أهلا بكم. الإبداع، هذه هي الكلمة السحرية التي يبحث عنها الجميع خاصة في قطاع المال والأعمال، وبرز مؤخرا مصطلح الاقتصاد الإبداعي، وهو نوع الاقتصاد الذي غالبا ما يكون خارج الصندوق ويعتمد على التطور التكنولوجي الحديث. وسط ورشة العمل الكبيرة التي تشهدها الكويت عن الاقتصاد المعرفي وأهمية اقتصاد التكنولوجيا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعن تمكين الشباب، يبدو أن الكلمة السحرية المشتركة في كل ذلك الحراك هي الإبداع. الابتكار هو أساس أي بزنس. التميز والإبداع. والاقتصاد الإبداعي. الاقتصاد الإبداعي. التعليم الإبداعي. والاقتصاد الإبداعي هو أشياء كثيرة يمكن أن تجتمع وتؤدي في النهاية إلى نتيجة إيجابية، فهو ثقافة ومعرفة، وهو دعم وتثقيف، وهو ابتكار، وهو غير الملموس الذي يمكن أن يتحول إلى الملموس. لأن الإبداع هي نوع من التفكير، وإحنا نسميه فن التفكير، هي القابلية على الفكر النقدي، هي القابلية على حل المشاكل بطريقة مبتكرة. إذا دخلنا هالنوع من الأساليب في كل المجالات راح ممكن يصير في مجال كبير للإنوفيشن أو التطوير. فنحن أول شيء هدفنا نطور هالإنسان ويصير مبدع، من خلال إبداعه بيقدر يخلق منتجات وأفكار وخدمات جديدة إلى هدفها ترجع تنضاف على الاقتصاد وتنميه. والمؤتمر الذي أطلقته جمعية غير ربحية مثل نقاط للترويج للاقتصاد الإبداعي جمع وجوها عديدة من الداخل والخارج تنظر إلى هذه المفاهيم من جهات مختلفة، لكنها طبقتها وتطبقها وحققت نجاحا بسببها أو تنتظر النجاح الكبير. The creativity is across the board. الإبداع شيء واسع للغاية، إنه علم الأحياء، إنه الكيمياء، إنه الفن والمسرح، إنه الأدب. والإبداع يؤدي إلى إعادة تنشيط الأعمال، ومن المحتمل أنك قد تطور منزلا بعد أن تراه في الإعلان كما ترى العمل الفني في صالة الفنون. As you are to have a work of art
in a gallery. أعتقد إحنا محظوظين في الكويت إن عندنا شباب وبنات عندهم مهارات عجيبة في التصميم والإبداع. وأكبر مثال هو لو تشوف على الوسط الفني على سبيل المثال وتشوف المسارح اللي موجودة عندنا، فالأعمال اللي موجودة تفوق بكثير الأعمال اللي موجودة في دول الخليج. إذا بتشوف على مستوى الموسيقى، إذا بتشوف على مستوى التصميم للملابس، إذا بتشوف على مستوى تصميم للأثاث، إذا بتشوف على فكثير من مجالات التصميم والإبداع يعني متميزين فيها إخواننا الكويتيين. يبقى على دور الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وحاضنات الأعمال المختصة اللي موجودة معنا إن إحنا نحاول نوفر بيئة العمل المناسبة كي ينهضون هؤلاء الشباب والبنات لبناء مشاريعهم إن شاء الله راح نشوفها أكبر من المشاريع الحالية. يخلص المتحدثون من خبراء ورواد أعمال إلى أهمية الإبداع في الاقتصاد لكي يتحول إلى اقتصاد إبداعي، لكنه للوصول إلى ذلك الهدف عليه أن يركب قاطرة حداثة وتكنولوجيا، وعليه أيضا أن يحظى بدعم مؤسسي حتى يكون قادرا على الانتشار في عالم يزيل حدوده يوما بعد يوم. هناك حكومة مستقبل، وتم وضع وزيرة للشباب في حكومة المستقبل عمرها 22 سنة. طبعا هذه بحد ذاتها رسالة أن الشباب يجب أن يتكلمون مع الشباب ويوصلوننا إحنا اللي أكبر عنهم أو الجهات الحكومية أو المحلية أو الخاصة كيف يفكرون. ولكن الأحلى من ذلك أن الشباب اللي نتلاقى معاهم والحلقات الشبابية التي تحدث في دولة الإمارات أو في دول مجاورة، في المملكة العربية السعودية هناك كانت حلقة، أيضا في روسيا هناك كانت حلقة، كيف أن الشباب الإماراتي يكون حلقة وصل في دولة الإمارات مع في العمل الحكومي والخاص، وأيضا حلقة وصل في المنطقة. ومن ضمن الجهود المبذولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، أبرم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في الكويت أبرم عقدا مع شركة أجيلتي لتوفير الأراضي الصناعية، حيث أن توفير الأراضي يعد هو التحدي الأول أمام رواد الأعمال. بعض المشاريع اللي تمت يعني الموافقة على تمويلها في الوقت الحالي وناطرين أراضي، ما نخلي هالمشاريع تكون موجودة ودراسة جدوى مالتها موجودة اليوم لين رحلها لسنة ونص، فقلنا نشوف شنو الأراضي المتوفرة في الساحل. فأفضل طريقة تلجأ بالتعاون مع القطاع الخاص. رحنا حق شركة أجيلتي بالتعاون ودعم من معالي وزير التجارة الدكتور يوسف العلي، سوى اتصالاته، حاول إن احنا نتواصل مع التوب مانجمنت في شركة أجيلتي، وقمنا في زيارة أنا والأخ الرئيس التنفيذي مشاري المحمود، وطلبنا منهم إنه يا جماعة السعر اللي موجود في البرايس ماركت ما يناسب فئة أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة، كان سعر المتر تقريبا 3.5 دولار. فيانا قلنا حق أجيلتي يا جماعة أنتوا من part of the social responsibility نحتاج دعم لهذا السعر، سعر 3.5 دولار مبلغ وايد كبير على الفيزيبيليتي ستاديز اللي قاعدين نشوفها في المنطقة. وأبدوا استعدادهم ورغبتهم الكبيرة إنهم فعلا يشركون واشتركوا، يعني بدون أي الأخ طارق السلطان العيسى كان مبادر في هذا الجانب، فكان مستانس أساسا في وجود صندوق كويتي يحتضن هذا، وكان من أكثر المبادرين إنه والله بالعكس احنا بودنا نتعاون. ما طولنا في الحوار اكثر من نص ساعه، طلعنا بعد يومين في سعر عطانا اياه دينارين حق المبادرين الممولين من الصندوق، فتقريبا قريب نص السعر. جينا حق مبادرين كانوا راح يوقعون مع أجيلتي بسعر 3.5 دولار، جزء منهم اللي كان موافق على تمويلهم استانسوا، والحمد لله طلعنا في هذا افضل ديل موجود اليوم. سكننا 10 مشاريع تابعة للصندوق. وأيضا كنا نتحدث قبل اللقاء حياتك حدثتني عن أنك أنتوا بتساعدوا المتقدمين بهذه المشروعات اللي بيشتغلوا في الحكومة، بتديهم فترة مهلة أنه هو يقدر يرجع أو يستقيل بعد كده. هذا التشريع وصلنا من مجلس الأمة بالقانون أن احنا لازم نهيئ بيئة مناسبة حق الكويتيين بشكل خاص اللي موظفين في القطاع الحكومي، ان تساهم جزء من تحمل المخاطره معه انه ما يفقد وظيفته الحكوميه. اليوم في الدستور الكويتي يكفلك ان الموظف الكويتي يكون له وظيفه حكوميه، فلما يكون عنده موظف حكومي يخاف انه ياخذ المخاطره وياسس مشروع قد ينجح قد لا ينجح هذا المشروع. فالدوله اعطته فرصه من خلال القانون ان مده 3 سنوات
يتفرغ يكون ما يمشي لراتبه من الوظيفه الحكوميه، يشيلون منه البدلات الاساسيه كتفرغ دراسي والتفرغ الصحي وغيره من التفرغات. صار في تفرغ لمستفيدي الصندوق، هذا التفرغ ينعطى له وهو على راس عمله في دوامه، ويتفرغ لاداره مشروع لمده 3 سنوات. مرات يفتح ترخيص باسم احد، باسم امه متقاعده، باسم ابوه، يؤسس وهو موظف حكومي. فاحنا بنعدل هذه البيئه نخليها لا صحيه اكثر. انت اسس مشروع في باسمك، وظف لك شباب كويتيين معك، ابدي اشتغل في هذا القطاع، وهذا الهدف اللي نصبوا له في صندوق الوطني للمشاريع الصغيره. خلال الأسابيع الماضية عرضت عين على الكويت عدد من المشروعات الكبرى في الكويت، من بينها مشروع الأوبرا ومشروع أحمد الجابر الثقافي، واليوم نعرض مشروع آخر، مشروع مستشفى الأحمدي، أول مستشفى حكومية يتم بناؤها في الكويت منذ 30 عاما بكلفة 116 مليون دينار. صاحب هذا التصميم هو نفس المصمم اللي المستشفى جابر الحالي اللي هو LWI لينغن واسن، وكانت الفكرة المستوحاة اللي هو من النجمة المثمنة للشكل اللي هو يسمونها النجمة العربية باختصار. يعني الهدف من إنشاء مشروع المستشفى الكيوسي الجديد اللي هو لخدمة لتوفير خدمات اللي هو الرعاية الصحية لكافة موظفي شركات القطاع النفطي. تم البدء في الإنشاء في فبراير 2011، وتم الانتهاء من فترة الإنشاء وجاهز للافتتاح إن شاء الله. المساحة الكلية أو أرض المبدأ على المستشفى هي 380 ألف متر مربع. البيلت أب أريا أو مساحة المستشفى المبنية هي 110 ألاف متر مربع. المستشفى هو مستشفى عام بيشمل كل التخصصات، في 43 تخصص مختلف، في 300 سرير للمرضى، بالإضافة في 5 مباني ملحقة لمباني سكنية ملحقة للممرضات والأطباء المقيمين في المستشفى، وفي 254 وحدة سكنية. تخصصات في منها اللي هو العيادات الخارجية مثل أنف وأذن وحنجرة، مثل اللي هو عيادة اللي هو سكري، جراحة العظام، القلب، اللي هو السمع والتأهيل النطقي، وفي منها اللي هو عندك الجراحة العامة، وفي منها 11 عندنا 11 غرفة عمليات بالإضافة إلى 11 جناح مرضى و5 صيدليات، وعندك وحدة اللي هو العلاج الطبيعي، وعندك اللي هو الأشعة، قسم الأشعة اللي هو يختص في اللي هو الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، الموجات فوق الصوتية والتنظير، بالإضافة إلى الحوادث واللي هو الطوارئ. في بعض الشغلات اللي انضافت في المستشفى مش موجودة في أي مستشفى تاني في الكويت، منها نظام الترفيه على المريض، هذا نظام شاشات تاتش سكرين مش موجودة في معظم مستشفيات العالم، هذا تكنولوجيا جديدة. الدكتور ممكن حتى يفتح ملف المريض من الجهاز هذا ويقدر يشوف كل المعلومات الخاصة بالمريض. وحرصنا احنا ككيوسي على ان احنا تكون الأجهزة الموجودة تكون أحدث اللي هو التقنيات اللي هو العالمية والإقليمية من ناحية التكنولوجيا، وفي أجهزة منها مو موجودة بالمستشفيات الثانية أساساً، مثل عندك اللي هو الميكروبيولوجي لاب اللي هو انفت بروتكشن سيستم اللي هو الحماية اللي هو المواليد الجديدة، وعندك اللي هو الريزد فلور بالوحدة اللي هو العلاج الطبيعي. هذه أشياء تعتبر يعني مميزة بالإضافة إلى أحدث التقنيات بالنسبة للأجهزة الباقي الموجودة بالمشروع، بس هذه كأجهزة أنا على قولتهم state of the art.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عين على الكويت. نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة.